وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لعام 1971 في شأن هيئة الشرطة. ووافق المجلس في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي دبالي رئيس المجلس وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، وكذلك إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع، وذلك من منطلق أن تلك الحصانة من المحال أن تكون عقبة اعترض طريق مساءلتهم تأديبيا أو جنائيا حال خروجهم على النظام العام أو إتيانهم أعمالا من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها. كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة حول التضخم وضبط الأسواق وسعر طن قصب السكر. تلا ذلك موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. كما تمت الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليها. طبعا هذا القانون بيهدف إلى طبعا إن الأموال المستردة والمتحفظ عليها تكون تحت كيان واحد، هذا الكيان يقوم بالتحفظ على هذه الأموال وتنميتها بدلاً من وجود ثلاث كيانات كانت أصلاً موجودة لإدارة هذا الملف. وبعد موافقة المجلس على مشاريع القوانين المقدمة تم رفع الجلسة على أن تستكمل باقي المناقشات في الجلسة القادمة.